السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو جديد، فيديو مشتريات السوق لكل اللي حابب يعرف الأسعار النهاردة ايه. طبعا رجعنا بيتنا الحمد لله بعد الولادة، وخلصنا الفترة بتاعة الراحة عند والدتي ورجعنا البيت، وده بقى أول فيديو مشتريات من الشقة بعد ما رجعنا الحمد لله. هنبتدي كده من اليمين دوت كده، المناديل اللي هي الرول الكبير ديت اللي هي الجامبو ديت كانت ب32 جنيه، لان المناديل بتاعت المطبخ بتاعتي خلصت فجبتها. طبعا بتبقى مضغوطة وبتبقى جميلة جدا وبتمتص كويس جدا الزيوت والحاجات ديت كانت قدامي في السوق، يعني عندنا فرع هنا الكازيون جنب السوق فاشتريت منه. وهنا كده الليمون النص كيلو ب5 جنيه، والخيار طبعا الخيار غالي الايام ديت، الكيلو ب7، بس جميل بصراحة زي ما انتم شايفين شكله حلو قوي. وجبت هنا كده الخضرة دي، شايفين الخضرة دي قد ايه ما شاء الله، كمية كبيرة جدا، بقدونس وكزبرة بس دولت كده بجنيه. وهنا دوت كده البتنجان العروس اللي هو البتنجان الاسود اللي هو البتنجان ده العروس ده كيلو ب4 جنيه، والبطاطس الاربعة كيلو ب10 جنيه، والجزر الكيلو ونص ب5 جنيه، طبعا زي ما انتم شايفين شكله ولونه تحفة. وكمان الفلفل بكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الفلفل تقريبا ب4 جنيه، والبتنجان الرومي اهو زي ما انتم شايفين كده برضو الكيلو ب4 جنيه، والطماطم طبعا احنا عارفين الاربعة كيلو ب10 جنيه. ومعانا كمان الموز، جبنا الموز الكيلو وربع ب10، الاستفندي ال3 كيلو من النوع ده ب10 جنيه، البرتقال زي ما احنا شايفين اهوت. في طبعا عندنا اللي هو بسرة ده يا جماعة مش البلدي، في عندنا ال3 كيلو ب10 جنيه، بس مش بصراحة مش بيبقى مسكر ومش بيبقى زي ده، فدوت كيلو ب5، شايفين شكله عامل ازاي، فبيبقى حلو جدا بصراحة. وطبعا المشتريات بتاعتنا النهاردة مش كتير، وطبعا لقيت الايس كريم ده قدامي الكيس ب4 جنيه، و بيتعمل باللبن كده بيتضرب زي الكريم شانتيه. لقيت منه بالفانيليا والفراولة والشوكولاتة، جبت 3 أكياس. وجبنا الفراخ النهاردة، الفراخ الكيلو ب22 جنيه عندنا هنا. وبس كده المشتريات بتاعتنا النهاردة بسيطة، وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص معانا. يا رب تكونوا استفدتوا منه وتكونوا عرفتوا الاسعار، واوعوا حد يضحك عليكم، اديني قلت لكم الاسعار اهوت. واخر حاجه هقولها لكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.